البنت هذا مولدها في البنت هذا مولدين الشيخ خليل مولدها 22. نزحنا بعد ما تدمر بيتنا كامل، اجينا على دير البلاح ساكن في خيمه في مخيم. البنت عيانه وعندها مشاكل في الدماغ وعندها مشاكل. قبل الحرب البنت كانت صحتها 60-70% 50% كويسه، وديناها على الداخل تعالجت قبل الحرب، وديناها على مصر وتعالجت وصارت كويسه، وكنا نوديها علاجات طبيعيه عندنا في شارع الجلاء وكانت تتحسن وكويسه. اجت الحرب قعدنا في خيام، فيش أكل، فيش تغذية، فيش أدوية، الخيمة فيش فيها شادة، كنا مغطينا بحرامات في نايلون الإشي، وكنت يعني أجي هنا أشكي وهذا ما حدش كان يعني يسمع لي، أقول له البنت تعبانة، البنت بدها هواية، البنت بدها هواية وبطارية، يقولوا لي الكل على هيك، الكل وضعها صعب، أقول له يا عمي طب الهواية غليت، البطارية غليت، طب البنت بدها أكل خاص يعني على المونوليكس بنعمل لها الأكل، الكوسة انقطعت فترة. السلك انقطع فتره، الحليب تاعها الخاص تاعها من مصر كنا نجيبه مش موجود اللي بتقبله. مش عارف البنت هنا بنقولهم يا عم سوء تغذيه، والبنت ان هذا وكاتب لي اياها متوفيه كمان بدل ما يكتبوها كمان شهيده، يعني هي حقها ناقص، ما هي ماتت من سوء التغذيه، نامت انه من النمل، نامت ماتت من الدبان، ماتت من الشوب اللي هي فيه. البنت كانت تغمى عليها، كنا نجيبها هنا يقول لك فيش العلاج، طب اعطيني تغطيه في الخارج، طلع لي اياها بقى يا عمي، فيش حد يستجيب، فيش حد يقولنا وين انتم. قبل تقريبا اسبوعين البنت ما فيش لها علاج، ما فيش اكل، ما فيش حاجه لها اكل خاص، يعني ما تاكل زيها. شو اسمك؟ لينا الشيخ خليل.